يلا قعدي قعدي. وش ذا الازعاج من الصبح؟ ما تقول انه اني نايمه تشتري مني؟ هيروني انت ما تعرفين هسه فاتح محل جديد بالمنطقه يبيع ايس كريم، بس عنده كل انواع الايس كريم. ايس كريم بس هي جيجي ولو أنا ما عندي دايموند، أنت عندك دايموند؟ هي أنا بصراحة عندي بس هذا الدايموند ضمنه. تعرفين إنه هذا الرجال الغني ساعدني وانطاني واحد دايموند. الكل الزين احتمال راح تكفيني. أوكي يلا خليني استعجل على السريع، بس أنا كلش متحمس. هي روني أنا شفت من بعيد عنده آيس كريم بلو وآيس كريم بينك، حتى عنده كل النكهات. شنو؟ هي جيجي متأكد؟ واو أنا فرحانة بهذا الشيء، لأن تعرف هاي أول مرة يجينا شخص هنا يبيع آيس كريم. هي بصراحة تعرفين الأجواء حارة، ولهذا الآيس كريم راح تكون أسطورية. يلا أوكي بس يجي جوا هذا المحل. ياتي ياتا موجود بحيرانية. تعال شوف إيش قد عنده أنواع آيس كريم. يلا خل أستعجل. صحيح هي مرحبا مرحبا عمو. أهلا أهلا يا أولاد تفضلوا. أهلا يا أولاد تفضلوا، أنت أي نوع يعجبكم تقدرون تختاروا. بصراحة أنا عاجبتني هاي الآيس كريم البلو، مبين عليها أسطورية. صحيح بس بلو، لا ما أحب البلو، أريد هاي اللون البينك. بس هي عمو أنا أسألك هاش قد سعرها؟ هاي سعرها 2 دايموند. 2 دايموند؟ 2 دايموند. بس هي جيجي هذا غالي، ما أقول ما راح نقدر نشتري وياك آيس كريم. أنا ما أريد أشارك وياك نفس الآيس كريم، لا ما أريد، أريد وحدة لي خاصة. هي اسمعيني، أصلاً أنا عندي بس 1 دايموند، حتى الآيس كريم ما أقدر أشتري. بس إيش راح نسوي؟ بس هي يعني ما تقدرون تبيعونا مثلاً آيس كريم بدايموند واحد؟ هي بنتي إحنا ما نقدر، هذا الشيء صعب. إذا عندكم 2 دايموند نقدر تشترون منه آيس كريم. 2 دايموند بس أرجوكم، أنتم مثل ما قاعد تشوفون إحنا فقراني وأختي، حتى ما عندنا دايموند، أرجوكم ساعدوني، ممكن أن ترخصون السعر وتبيعوا لي أبو حد دايموند. إيه صحيح، مثل ما قاعد تشوفون إحنا حتى بيتنا من الديرت وبيتنا مقرف وما عندنا بس هذا الواحد دايموند، أرجوكم تقدرون تعطوني حتى لو 2 آيس كريم بواحد دايموند يصير. أوكي بصراحة ما يخالف، أنا هسه راح أرخص لكم إياها وراح أعطيكم 2 آيس كريم بواحد دايموند. واو والله يا عمو أنت أسطوري. هيا إيرانية أوكي أنا راح أخذ هاي البلو. بس يا أولاد إذا تحبون تأكلون دائما آيس كريم أنا عندي فكرة لكم. بس بصراحة أنا جيجي هاش قاعد تقول؟ شنو فكرة؟ هي أنا دائما يعجبني أكل آيس كريم، شنو الفكرة مالتج؟ يسمعوا يا أولاد أنت ما تعرفون، أنا وزوجي احنا عندنا قرية كلش كبيرة وهاي القرية كلها ثلج، وكيد راح تعجبكم، حتى احنا عندنا بيها آيس كريم كلش هواية، يعني هي المدينة كلها آيس كريم. شنو؟ مدينة كلها آيس كريم وبيها ثلج؟ يعني شنو قصدك؟ أنا ما قاعد أفتهم، يعني إذا عجبكم تجون لقريتنا احنا راح نرحب بيكم ونعطيكم آيس كريم مجانا. شنو؟ هي بصراحة أنا عجبتني هاي الفكرة، أنا أكيد راح أجي للقرية مالتكم. بصراحة أنا ضجت من هاي قريتنا لأن هالأجواء حارة، أنا يعجبني أعيش بالقرية مالتكم لأن هناك أكو ثلج وأكو آيس كريم. انتظر إحنا من قال القرية مالتكم تعجبني، احتمال تكون قرية خطرة، إحنا متعمين على قريتنا هنا، قريتنا هنا أمينة. هي شنو أمينة؟ أصلاً هنا دائما يجي الزومبي، أنا أكره هاي القرية، هنا الأجواء حارة، أنا يعجبني أروح إلى قريتهم، راني يقول لك كلها ثلج وبها آيس كريم مجانا، راي راح تكون أسطورية. جيجي إذا بها آيس كريم مجانا هذا الشيء كلش حلو. هي راني يلا أخذي الآيس كريم مالتج. أوكي يسمعوا يا أولاد، بس إذا أجيتوا للقرية مالتي راح أعطيكم كل أنواع الآيس كريم وقريتي راح تكون أسطورية. بس هي جيجي أنت متأكد إنه عاد روح لقريتهم؟ ما أعرف حتى ضحكتهم ما أعرف ممكن تكون شريرة. شريرة؟ لا بالعكس، هو مبين عليه رجال طيب يريد يساعدني. وبعد ما أعرف، هيا أولاد تعالوا نعم، إذا تريدون تعرفون مكانه وين وين صار وين إحنا ساكنين، عندنا خريطة بهذا الصندوق تقدرون تأخذوها. بالصندوق؟ أوكي بالبداية خل أنطيهم الدايموند. جيجي انتظر أني أصلا ما عجبتني فكرتهم، أنا ما أريد أروح لقريتهم. هيراني أني ما علي بيج، صراحة أني عجبني أروح، أنا ما أريد أبقى بهاي القرية. واو هياتي أوكي خل أنطيهم، أنا خليت 1 دايموند. أوكي راني هي باعي هياتي الخريطة. شو جيجي خل أشوف وين مكانهم، بعيدين أو قريبين؟ هي انطني إياها. واو والله مبينة خريطة أسطورية، هي راني شوفيها مبينة كلش حلوة. شنو جيجي؟
معقولة؟ هذه قريتهم؟ احتمال قاعد يكذبون علينا. هيران ما قاعد يكذبون، هي خريطة القرية مالتهم. حتى مثل ما قالوا كلها ثلج وآيس كريم. وأخيراً كلش عجبتني، هذه كلش حلوة. بس هيجي أوكي ما يخالف، أنا قررت أروح وياك، بس إذا ما عجبتني أو حسيتها مو أمينة أنا راح أرجع. هيراني أوكي ما يخالف، إذا تيجي أنت أرجعي بعدين، بس أنا قاعد أشوف بيها حتى بالخريطة مرسوم آيس كريم. هيجي هسه اجى الليل، تتوقع هسه هم راحوا لقريتهم؟ حتى احنا هم نروح هناك. هيرونيه اكيد هسه هم راحوا، هسه اذا رحنا لقريتهم راح نشوفهم موجودين. لا يلا كيجي راح اخذ السرير مالتي واخليه بهذا الصندوق، ولو اني اصلا ما عندي غراضي كلها قليله. اوكي انا اخذت هاي اللوحه مالتي. هيرونيه هسه اجى الوقت. جيجي هاي اللوحه ليش ما قاعد تنكسر؟ اوكي هسه انا اخذتها. هي بعد عندك اشياء تحتاج هيرونيه؟ لا جيجي ما احتاج، هذه هم لوحات ولا لا اصور ما احتاج. اوكي راح اخذ بعد بس وحده، تيجي اصلا انا غراضي كلش قليله. هسه اجى الوقت انه نطلع من هذا البيت ونروح القريه كلش حلوه حتى كلها من الثلج. اوكي روني بصراحه احنا الصبح ما قدرنا نروح لان الشمس تكون حاره، بس هسه بالليل نقدر نمشي مسافه بعيده. لا عاد يلا كيجي، بس هيجي الخطا يمك مو صحيح. اي صحيح موجوده يمي. لا عاد يلا اوكي هسه انت لازم تدريني على الطريق، يلا استعجل. ياسه بدينا نتقرب. هيرونيه هسه انا قاعد اشوف هاي الخريطه، يقول لي باقي شويه وراح نوصل للقريه. بس هيجي اتوقع ان ذول قاعد يضحكون علينا، صرنا قاعد نمشي كل شويه بس لحد هسه ما وصلنا. وصل هذا المكان؟ هي بصراحه اتوقع قريتهم صايره بالجبل الثلجي لان هم يصنعون ايس كريم، ولهذا يحتاجون مكان بارد. بعد ما اعرف، بس هيجي اذا صدق المكان بدا يصير كلش بارد. اوكي هيرونيه حتى اني رجي جمدت من الثلج هذا. وجيجي مو بس هاي صندوق كلش ثقيل، حتى بالقوه شايلته. هيجي تعال ساعدني. هي انا عندي صندوق، انا ما اقدر اساعدك. والله تعبت، بس يلا اوكي. بس جيجي هاش قاعد اشوف. واو هيرونيه والله احنا وصلنا. شنو؟ بس والله هاي القريه تشبه القريه بالاحلام. جيجي اصلا ما قاعد اصدق. هي جيجي هاش قاعد اشوف هنا. واو هذا الشيء كلش حلو. هيرونيه احنا وصلنا الى قريه الايس كريم، بس والله هاي حتى احلى من الاحلام مالتي. انا حتى بالاحلام ما تجي عندي هيك قريه. بس جيجي خف احنا قاعد نحلم، جيجي معقول يكون هذا حقيقه؟ هي اوكي راني خلها اشوف اضربك. هي انت موجوده؟ اي صح هذا مو حلم. جيجي اوكي انا راح اشوف. هي جيجي قاعد تقعد. هي كافي انا اصلا موجود انا. بس واو جيجي انا ما مصدقه، معقوله احنا صار لنا سنين عايشين بهاي القريه وبيتنا كله من الديره المقرف وبيتنا شكله ما حلو، راح نجيب هاي القرية ونسكن بيها. هي رانية بصراحة أنا أريد أقول لك إنه أنا بعد ما أطلع من البيت إذا سكنت بهاي القرية، يعني أقصد ما أخرج من هاي القرية، راح أظل هنا حتى يومي أكل آيس كريم. طبعا جيجي بس جيجي يمكن هناك أكو كيكة، هناك أكو هذه أكو. واو جيجي حتى البيت شنو؟ هي جيجي قاعد أشوف آيس كريم عملاقة. واو هذه شو الآيس كريم أنا راح أكله. شنو هي جيجي هاي مو للأكل، يمكن بس شكل. بس شكل بس يلا أوكي رانية أنا مستعجل أريد أوصل، لأن هو قال لي إذا تجون راح أعطيكم آيس كريم مجانا. واو جيجي هذا الشيء كلش حلو. لا عاد يلا أوكي تعال هسه شفت منا الطريق. أوكي هي جيجي تعال وراي أنا شفت الطريق. يس احنا وصلنا. هي جيجي بما ان احنا وصلنا هاي القريه انا راح اخلي الصندوق هنا. اوكي انا همينه يلا راني تعالي نلعب هنا. واو جيجي تعال شوف هاي ايس كريم عملاقه. ايس كريم جيجي هاي تكون بطن البسكت. اوكي بسكت اثنين وبنوصل ايس كريم. جيجي قاعد اشوف. واو بصراحه انا يعجبني هاي الايس كريم اللي بيها بسكت. بس جيجي واو هذا كوكيز عملاق. كوكيز بصراحة أنا مو كلش عجبني الكوكيز، أنا أريد آيس كريم. بس أوكي رانية هو قال لي إذا تجي راح أعطيك آيس كريم، أنا سمين أخذ آيس كريم. بس جيجي شوف ذاك الشكل، واو ذاك كلش حلو، هاي البسكت العملاق. بسكت واو هاي راني تعال شوف في هذا المي، والله هذا المي مبين عليه كلش بارد حتى بيه ثلج هواية. طبعا جيجي بعد جيجي حتى من قاعد أدخل هنا قاعد أقفز. بس جيجي هذا المكان كلش حلو، أنا ما مصدقي، معقولة أني رانة فقيرة راح أجي وأسكن بهاي القرية. هاي رانية مو بس أنتي، أنا راح أسكن وياك. بس جيجي هم وين بيتهم؟
وينهم مساكنين؟ هذا المكان كله كبير. صراحة أنا قاعد أشوف أكو بيت هناك، أكو بيت وهنا أنا ماكو بيت، ما أعرف بأي بيت مساكنين. بعد يلا أوكي جيجي، خلنا نروح من هذا الاتجاه ونستكشف، احتمال يكون هم موجودين هنا. يلا أركض. هاي جيجي تعال شوف، واو جيجي ناكو كاندي حيل، إنه أشقد أكو أنواع كاندي كلش هواي. يوني إنه أنا موجود كل النكهات، واو والله هاي القرية أسطورية. جيجي كوش عجبني هذا المكان. بجيجي ايش قاعد اشوف؟ هيا هذا معقول يكون هاي لعبه رانيه؟ هذا مستحيل يكون حقيقي. ها يعني جيجي هذا مو حقيقي؟ بديت اخاف لان اول مره ادخل قريه والقى بيها راس، هذا كلش مرعب. يا رانيه اعتقد هذه لعبه، بس تعال خلينا نفتر بعد. شنو بحراني انا شفت هناك؟ شنو ايس كريم عملاق؟ اوكي اوكي بس راني هاي الايس كريم الكاكاو يكون هذا بسكيت وبالنص فانيلا، واو انا عجبني هاي الايس كريم. جيجي حتى انا اكو بالارض. جيجي هذا الشيء كلش حلو، انا كلش عجبني. جيجي تعال تعال، مو بس هاي، خلينا نروح هاي الايس كريم ام الكبوس، هاي كلش لذيذه. بصراحه انا هاي احلى مكان شفته بحياتي، انا بحياتي ما جايب هيك مكان اسطوري. بس هيجي تعال تعال، هذه بالفراوله، اذا ما تعجبك الفانيلا هنا هذه فراوله. والله صحيح نون اكو ستروبري. بس هيراني بعد شنو اكو ايس كريم؟ هاي بالشوكليت، باب حراني هاي بالكاكاو. حيل جيجوني كلش دخلت انه انواع كلش هواية. حتى ناني هذه بيت ثلاث الوان، قاعد اشوف جيجي هذه بالفراولة وبالفانيلا وبالكاكاو. حيل حتى هذه مو البسكت. واو راني ايش قاعد اشوف؟ هي جيجي انا شفتهم هم هناك موجودين. موجودين اكو كراني، خلي نروح نسلم عليهم حتى ينطونا ايس كريم. راح نقول لهم احنا جينا القرية وكنت راح يرحبون بينا. هي 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 احنا جينا. يا اهلا يا اولاد، احنا كنا قاعد ننتظركم، همزين انتوا اجيتونا. يا اولاد حتى احنا كلش فرحانين بهذا الشيء، يتعرفون احنا ما عدنا اولاد نعتني بيهم، بس انتوا اذا جيتوا للقريه راح نعتني بيكم، حتى راح نسويكم كلش سمون، وهذا الشيء كلش يفيدنا. شنو يفيدكم؟ يفيدكم يعني شنو؟ هي ما قاعد افتهم انت شنو قصدك؟ لا يا اولاد أني مو قصدي شي، بس أني كوش أحب الأولاد. اسمعوا يا أولاد، إن أنا راح نعطيكم آيس كريم هواية، وإذا تريدون حاولوا تخبرون أصدقائكم، أريد كل الأولاد يجون بهاي المدينة. أوكي أوكي أوعدك إن أنا راح أخبر كل أصدقائي وأقول لهم إنها موجودة آيس كريم مجانا. بس هي جيجي أنا بديت أخاف. جيجي بالبداية شفنا رأس، رأس مثل رأس البشر، وهسه هو قاعد تقول تقول راح نسمنكم، وهذا الشيء كوش يفيدني، معقول يكونوا أشرار؟ أشرار؟ هاي ليش أشرار أصلاً؟ أنتي ما قاعد تشوفين دي ينطونا آيس كريم مجانا؟ أصلاً قرية الأشرار ما تكون هيك قرية حلوة، تكون قرية مرعبة. احتمال جيجي صحيح، بس هي هسه احنا محتاجين مكان حتى نبقى بيه اليوم، أي مكان راح نروح؟ يسمعوني احنا عندنا بيت فارغ راح يكون كلش حلو، مو بس هاي راح نعطيكم وياه هديه، صندوق مجانا كله ايس كريم. شنو؟ واو يعني اليوم بالليل انا اقعد بس اكل ايس كريم الى حد ما اشبع وانام. هذا الشيء كلش حلو، بس هي وين صار هذا المكان؟ بس يا اولاد الصراحة ادليكم عليه، هسا انتظروا. يس انا جبتكم الى هذا البيت، حتى هذا الصندوق بي ايس كريم، واذا ما اكلتوه راح تتعاقبون. شنو؟ شنو؟ يعني شنو تعاقب؟ انا قاعد امزح. جيجي والله هذا الشيء كلش غريب، جيجي انا بديت اخاف، ما اعرف هو اصلا ضحكته شريره وما اعرف ايش قاعد يحكي. بصراحه هيرانيا هو قاعد يمزح، بس خلينا نشوف شنو موجود. واو جيجي اوكي راح اخذ هذه مال ستروبري، انا كوش احبها. بصراحه انا راح اخذ هاي البلو، بس اوكي لازم اخذ الصندوق كله وادخل للبيت. بعد يلا اوكي اوكي تعي تعي ادخلي خلينا نستكشف البيت. يا اولاد قاعد تشوفون هذا البيت راح يكون لكم، حتى اكو اثاث هنا بالصندوق وتقدرون تخلون الاثاث بالمكان اللي يعجبكم واكيد راح يصير حلو. اوكي اوكي هسه انا راح اخلي الاثاث، بس احنا نشكركم. هي جيجي شنو هذا هيكل عظمي؟ لا لا رانيا مستحيل يكون. هي اسمعيني هذا شنو موجود بالارض هذا؟ هذا هيكل مو صحيح. يا اولاد تخافون
هذا أصلا بس تمثال، أنتوا ليش هيك خايفين؟ شنو هيراني مثل ما توقعت، هذا مو حقيقي، احتمال هذه لعبة. متأكد جيجي؟ أوكي بس عادي أكسر، أوكي راح أحاول أكسره، يلا نكسر يا لعبة، حتى كلش قوية. هي جيجي معقول تكون هذا هيكل عظمي البشري؟ هيراني مستحيل يكون هذا بشري، أنا متأكد إنه هاي لعبة رانية. ما أعرف، هي حتى بدي أكسر، هيجي ساعدني. كيف أنا كسرتها؟ والله هذا الشيء كلش مرعب. اوكي بس خد فقط هالغرفة، والله هذه غرفة غريبة، حتى انها شجرة عملاقة، شنو فات هالشجرة هنا؟ هيرانية اوكي الصراحة تخرجت، تقول هذا بيتكم، لازم هسه تنامون وترتاحون، بس قبلها لازم تاكلون كل الايس كريم. بس هي جيجي هنا موجود عندنا كيك، جيجي انا قاعد احلم او هذا الحقيقة؟ هيرانية هذا مو حقيقة، بس بصراحة مو قاعد احس يعطونا هواية حلويات، بس شنو السبب؟ شنو جيجي؟ صحيح قاعد يعطونا هواي حلويات، جيجي معقول هالحلويات بيها شي؟ بيها شي هيروني، بالعكس أصلاني جربت مالتهم الايس كريم وكانت كلش لذيذة، بس داعي باعش قد هنا انا اكو. واو هاي هسه لازم اكل 10 حتى وراها انام. بس جيجي اصلا هالكيكة حقيقية، شو خلي اجرب اكل. هاي جيجي هذي كلش طيبة. هيراني مو قلت لك انه هذول حلوياتهم طيبة؟ فو والله اني جيت للمكان اللي بس باحلامي. اوكي بس هالصندوق شو موجود بيه؟ ها صحيح جيجي هناك اثاث، اوكي راح ابدي اخذ هذا البيت اخليه بهذا المكان، اوكي راح اخذ هذا المكان اللي هي. هاي جيجي ابتعد ابتعد، هذا مكاني. اوكي انا راح اخذ هذا المكان، هذا راح يكون الي. اوكي حتى عندنا هناك كراسي، راح اخلي هنا كرسي وهنا كرسي، بس يمكن طبلة ما عندنا. اي جيجي انت عندك تيبل او لا؟ تيبل لا انا ما عندي تيبل، بس رانية شنو رايك بهذا الشيء؟ اوكي حتى صار عندنا بيت من خشب وشكله احلى من بيتنا ذاك القديم المقرف. طبعا جيجي مو بس هاي، هنا الجو كلش حلو بارد كانه احنا رايحين سفره. اوكي بس رانية بدايه لازم اكل ايس كريم، انا كل جوعان. بس اي جيجي انا ليش ماكو شبابيك؟ اوكي يعني معقول يكون هذا بدل الشباك؟ والله هذا الشيء كلش غريب. بس جيجي سحنا يوم جينا من مسافة بعيدة، هلا حتى كلش تعبنا، ليش ما نروح ننام؟ بصراحة تي سمعتي شنو قال؟ قال لازم تاكلوا آيس كريم، ولهذا أنا كلش أحب الآيس كريم، أنا لازم آكل. ولو أنا جيجي بنفس الوقت خايفة، ما أعرف دورت أفكر أفكار، أقول احتمال يكون ذول أشرار، احتمال راح يقومون علينا، ودورت أقول لا احتمال يكون هم طيبين وقاعدين يساعدونا، وبعد ما أعرف، بس يلا ساني كلش نعسانة، لازم أنام، يلا خل أنام. يس أنا قاعد أسمعهم، بس أتوقع إنهم شكوا بينا ويتوقعون إن إحنا راح نقضي عليهم. يا مستحيل ما أتوقع هذا الشيء، يعني إحنا عطيناهم آيس كريم مجانا، بس هسه لازم نروح، يعني عندنا شغل هواية، يلا خل نستعجل. طبعا اليوم لازم نخلص شغلنا على السريع. ساعدوني ساعدوني. هي اسكت اسكت. شنو اسمع الصوت؟ ايش قاعد اشوف؟ لا لا مستحيل. شنو انا متأكدة هذه مرأة رجل آيس كريم، بس من هذا اللي شايلته؟ معقولة تكون هذه شريرة؟ اوكي بدي اخلص الشباك واقول له جيجي. هي جيجي جيجي قعد قعد على السريع. هي جيجي قعد قعد. هي جيجي انت ايش ما قاعد تقعد؟ هي قعد قعد. يم 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 هذا لذيذ الايس كريم. يم 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 شنو ايس كريم هذا قاعد يحلم؟ هي جيجي يلا اقعد قعد. جيجي انت بتحفز انا شنو شفت؟ هي شنو صار؟ ما جتني الضربه. هي جيجي انا كلش خايفه، لازم ناخذ كل غراضنا على السريع ونروح من هذا المكان بسرعه، ما يصير بعد نبقى هنا. هي انا قاعد احلم وشنو؟ هي ليش تفززيني؟ ثاني شيء شنو؟ وين نروح؟ وليش خايفه؟ شنو صاير؟ هي جيجي انا شفت هذه المره هذه المرأة الام آيس كريم شال شخص وشو تقعد تركض حتى وقعد يصيح ساعدوني ساعدوني اكيد راح تتخلص مني. شنو شايلة شخص وقعد تركض؟ هي ويلا وين انت؟ وين شفتي هذا الشيء؟ جيجي انا تحت الشباك بعد ما سمعت الصوت شفتها راحت تقلط من ذاك الاتجاه واني كلش خايفه. هي جيجي بعد من هاللحظه ما يصير بقناه، لازم نروح، يلا استعجل استعجل. هي رانيا ماكو اي شيء، اصلا الناس هسه كلهم نايمين، احتمال تكون انت حلمانه، انا ما قاعد اشوف اي شيء. شنو اني حلمانه؟ يعني شنو قصدك انه انت ما قاعد تصدق بيه؟ شنو قابل انا كنت احلم؟ هي احتمال قاعد تحلمين، مش مدرين راني جايين بيت جديد واغراض جديده، بس راني اصلا اطمئني ذولا مبيني عليهم ناس طيبين وقاعد يساعدونا وينطونا هذا الايس كريم اللذيذ. لا مستحيل. هي جيجي انت لازم تصدقني، صدقني ذولا اشهر لما سمعتها هي تقول انتوا لازم تصيرون اسمان لهذا الشيء كلش راح يفيدني،
حتى والبر حق قاعد يحكي يقول اذا ما اكلتوا الايس كريم كله انا راح اعاقبكم. صدقني انا بديت اشك انهم كلش اشرار. وراني انت راح تدوخيني بصراحه، انا اريد انام. يلا ابتعدي، هاي احلامك المزعجه، كافي تحلميني احلام. شنو احلام مزعجه؟ لا عدي لوك جيجي، انا راح اترك كل شيء واروح من هذا المكان. انا كلش خايفه حتى ما ارد ابقى هنا. شنو لا هذا الصندوق؟ اوكي ذاك الصندوق مالتي، لازم اخذه واطلع على السريع. يلا خل استعجل، يس انا جهزت كل اغراضي ولازم اروح بسرعه، حد مستحيل ابقى بهذا المكان ام اتاكد هذول اشرار. بس هذا جيجي اريد يبقى هنا، اوكي ابقى بهذا البيت اكيد راح يجون يتخلصون منك. يلا خليني اهرب، خليني اهرب على السريع، يلا خليني استعجل. اي وين هذا الولد؟ وين راح؟ شنو يكون هرب من هاي القريه؟ لا 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 مستحيل، ايش قاعد يصير؟ شنو؟ لا 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 مستحيل. بس انا ما قاعد اشوفه، انا مستحيل اكو شخص يقدر يهرب من هاي القريه. بس يلا اوكي، انا اليوم اجاني اولاد اثنين جدد، اجاني ولد وبنت، هسه راح اروح واخذ الولد. شنو؟ لا لا مستحيل. يا لا لا اوكي ولا يكون شافني، انا كلش خايفه. يس انا تقربت، هو بهذا البيت موجود. لا مستحيل، انا ايش راح اسوي؟ اوكي لازم اقعد جيجي. هاي جيجي، جيجي قعد قعد قعد، معقوله ما راح يسمعني؟ انا كلش خايفه. واساني كلش خايفة، حتى ما اعرف شنو اللي صار بجيجي، معقولة يكون قضى علي؟ بس انا شنو ما يصير اسكت، انا لازم اواجهه. بس ولا هاي هاي اتركني، انت ليش شايلني؟ شنو؟ اخرس اخرس صوت جيجي. شنو؟ اليوم راح اسويك ايس كريم لذيذ. لا لا مستحيل. بس هذا وين راح؟ شو خليني اشوف؟ خذ البيته. بس انا ايش راح اسوي؟ اوكي انا لازم اروح بيته على السريع، حاول انقض جيجي. بس معقول راح اقدر ولو اني كلش خايفه؟ بس اوكي اوكي لسان شفته وين؟ اوكي لازم اركض واروح البيت على السريع، بلك راح اقدر انقذك يا جيجي. يلا خلني اركض. يس انا جبت هذا الولد هنا. بس انت اللي جبته، احنا قاعد ننتظر انه ياكل ايس كريم هوايه حتى يصير سمين، حتى يكون وجبه لذيذه. شنو؟ هي ارجوكم اتركوا اتركوني، انا ما فيتكم، انا حتى مريض، انا ما يفيد تاكلوني. شوف اسمعني، احنا جبنا لك هذا الايس كريم اليوم، هسه لازم تاكله على السريع، سمعتني زين؟ لازم كل هذا الايس كريم تاكله، يلا اكله. بس انا شبعان، انا ما اقدر اكل. اسمعني، لازم تاكل هذا الايس كريم، واذا ما اكلت هذا الايس كريم احنا راح نتخلص منك، يلا اكل على السريع. يس انا قاعد اراقب جيجي وشفتهم هنا موجودين، بس شو راح اقدر انقذه ولا هذا الشيء كل الصعب؟ اي ارجوك ارجوك اطلق سراحي، انا اكلت هواي ايس كريم، انا بعد ما اقدر اكل اكثر. يسمعني، انت ما تعرف بالولد اللي ما يسمع كلامنا، احنا راح نتخلص منه، يلا كل ايس كريم على السريع، يلا اكل. لا مستحيل، حيل ايش قد انطى ايس كريم؟ بس خطية جيجي، معقول راح يقدر ياكل كل هذا؟ بس انا شو راح اسوي؟ اوكي لازم اختبئ واشوف الوقت المناسب، بلكي راح اقدر انقذ جيجي ولو اني كلش خايفه، حتى ما اعرف شو راح يصير بينا. يلا ساني خلي اخرج، انا انطيت ايس كريم هواي لهذا الولد، اكيد هسه راح يسمن. بس صحيح انا من دخلت البيت البنت كانت مو موجوده، احتمال تكون قاعد تلعب بمكان. اوكي بس بصراحه انا هذا السلاح مالتي كلش ثقيل، خلي اتركه هنا وراح اروح ابحث عن هاي البنت. يلا خليني اروح. شنو راح يبحث عني؟ بس ايش راح اسوي؟ هيا فرصة جيرانية، لازم تساعدين جيجي. صحيح ذكرت والسلاح تركه هنا. اوكي خل شوف ابتعد او لا، ياي فرصتي الوحيدة، إذا قدرت أنقذه راح نخرج من هذا المكان بسرعة. أوكي شنو؟ واو هذا السلاح مبين عليه كلش قوي، بس معقولة تكون زوجته داخل البيت؟ لازم أدخل، وإذا هي موجودة راح أحاول أقضي عليها وأحرر جيجي. شو خليني أشوف؟ صحيح هي أنا راح أتخلص منك. هي مستحيل يصير هذا الشيء، هي تعاي. واو أنا قدرت أتخلص منها. هاي أختي روني أرجو ساعديني. هاي جيجي لازم نروح بسرعة، يلا استعجل. هاي يلا جيجي، يلا استعجل استعجل قبل لا يجي يقضى علينا، يلا استعجل. هاي روني أنا ما أقدر أتحرك، أكلت آيس كريم هواية حتى بطني صارت كبيرة وما أقدر أتحرك. شنو؟ بس هاي جيجي هو شلون راح يبحث عني؟ بس هي صدقني هاي فرصتنا الوحيدة، لازم نروح من هذا المكان على السريع. أوكي حتى أنا أحاول أشيلك، هاي يلا تعال تعال. هاي روني بصراحة أنا أقدر أمشي بطيء، أنا ما أقدر أهرب على السريع. حد يلا اوكي جيجي
ولو انت حتى ثقيل انا ما اقدر اشيلك، بس اوكي بدي راح امشي قدامك وشوفه اذا هو موجود هنا حتى اخضع لي على السريع. هيا يلا تعال تعال، هيا يلا جيجي حاول تمشي بسرعه وانا راح احميك، انا عندي هذا السلاح الاسطوري، بس هسه احنا لازم نرجع بيتنا على السريع. هيا يلا استعجل. هي رونية بصراحه انا اكلت هواي حتى بطني تجمدت، لين تعرفي الايس كريم كلش بارد. اي طبعا طبعا، بس يلا اوكي انا في طريق الخروج، لازم نهرب من هذا المكان على السريع. يلا استعجل استعجل، هسه احنا بدنا نتقرب واكيد راح نهرب. يلا تعال تعال. شنو انا راح اقضي عليك؟ لا مستحيل، انا راح اتخلص منك بهذا السلاح اللي عندي. مستحيل احد يهرب القرية مالتي. لا مستحيل. هاي رونية، رونية تخلصي مني. جيجي هذا كلش قوي. تعالي أنا راح أخذي حليج. يلا تعالي. لا مستحيل. هيا يلا موت يا شريم. رونية واو والله أنت تخلصتي مني. جيجي معقولة هسه احنا بأمان وما راح يصير بينا شيء. يس انا قاعد انتظر جيجي، خبرت يصح الاولاد اللي بالقريه بس ما اعرف، اتصور قلت له راح يصح كل الفقراء، خل اشوف. هيا اولاد يلا تعالوا تعالوا. شنو يس وصلنا؟ انتوا كلهم صحتهم مو صحيح؟ اي طبعا رونية، انا رحت على بيت بيت وياتهم جماعتهم كلهم هنا. هيا اولاد اسمعوا هذا الخبر، اكيد هذا الخبر راح يعجبكم. بس اوكي راح نقول لكم خبر اكيد راح تكونوا فرحانين، لان انتوا راح تخلصون من هاي القريه. بس هيا رونية شنو هذا الخبر؟ أنا حدا ما افتهمت. أي اسمعوا يا أولاد، أنتم ما تعرفون صارت عندنا قرية جديدة باسم رانيا وجيجي، بس هاي القرية أسطورية عبارة عن ثلج وكلها آيس كريم. شنو كلها آيس كريم؟ أي طبعا طبعا هي كلها آيس كريم، إذا تجون راح تتفاجون، يعني تقدرون يوميا تاكلوا آيس كريم حتى بيها آيس كريم عملاقة وبيها كل أنواع الحلويات. أي طبعا طبعا يا أولاد، وأكيد هالقرية راح تعجبكم وكنا راح نسكن بيها وهذه القرية أسطورية. أنا كلش فرحان. ولهنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نلقاكم فيديو جديد، مع السلامة.